بسم الله الرحمن الرحيم. مع الجزء الثاني من الجنرال امبريولوجي، وهنكمل فيه احداث الاسبوع الثاني من البريجنانسي، يعني افتر فيرتلايزيشن، يعني افتر ستارت اوف ديفلوبمنت. الاسبوع الثاني زي ما احنا عارفين اللي هو كان اسبوع الامبلانتيشن، اسبوع التعشش، الاسبوع اللي البلاستيولا بحثت لنفسها عن عش بداخل اليوتراين كافيتي، واستوطنت بهذا العش وسكنت فيه. الكلام ده كان في الاسبوع الثاني، بدأ من اليوم السابع وحتى نهاية اليوم الاثناشر او التلاتاشر. في هذا الأسبوع كانت أحداثه عجيبة. كانت في مجموعة ستراكشرز بتتكون، وكل ستراكشر فيهم عبارة عن حاجتين مميزتين، علشان كده سموه ذا ويك اوف توز. هذه الستراكشرز كانت أربعة، وتشمل البيلامينر امبريونيك ديسك، يعني قرص جنيني له طبقتين، وتشمل تو كافيتيز هي الامنيوتيك كافيتي واليوكساك، وكان نسيج تالت جديد اسمه اكسترا امبريونيك ميزوتيرم له حدين، وطبقة جديدة بديلة للزونة باللوسدة المفقودة اسمها التروفوبلاست، وتتكون ايضا من طبقتين. هذه الاربع ستراكشرز كانت بتظهر بداخل البلاستولا اثناء عملية الامبلانتيشن. تعالوا نناقشها واحد واحد. نبتدي اولا بالبيلامينر امبريونيك ديسك، نعرف قصته، ايه حكايته، جاي منين ورايح فين، وهيعمل ايه بعد كده. لو نتذكر مع بعضنا ان الامبلاندد ستراكشر اللي كان اسمه البلاستيولا ده كانت عبارة عن الرابيدلي جروينج ستراكشر افتر فيرتلايزيشن، اللي كان بياخد كذا اسم. لما وصل عدد خلايا الستراكشر ل 128 سميناه بلاستيولا. قبل كده كان اسمه بلاستيوسيست، والبلاستيوسيست كانت موريولا لما انفجرت الزونة بلوسة بتاعتها وضاعت، والمريولا دي فيها 16 خلية، كانت قبل كده 8 وقبل كده 4 لحد ما كانت 1 اللي هو الزيجوت. اذا البلاستيولا هو الرابيدلي جروينج ستراكشر اللي حصل فيه او اللي احدث عملية الامبلانتيشن، واللي عدد خلاياه كان وصلت 128 وهتفضل تزيد لحد ما توصل ل 15000. هذه الخلايا المتكاثرة الفاقدة للزونة باللوسيدا محتاجة الحماية، هتبتدي بعد كده تتنظم. مش معقول خلايا كتيرة عاملة زي كوم الرمل، خلايا كتير زي كوم الرمل مش مترتبة، فهتبتدي تترتب هذه الخلايا. الخلايا دي تبتدي تترتب لـ inner cell mass يسموها امبريوبلاست، و outer cell mass يسموه تروفوبلاست. كل ده بداخل البلاستيولا، دي على بعضها كده اسمها البلاستيولا. يبقى اذا البلاستيولا حصل فيها سيل ديفرنشيشن لاوتر سيل ماس اسمها تروفوبلاست، وانر سيل ماس اسمها امبريوبلاست. الامبريوبلاست او الانر سيل ماس مستقبلا سيصبح الامبريو، اما الاوتر سيل ماس اللي هي التروفوبلاست مستقبلا تصبح الفيتال ميمبرانز المحيطه بالامبريو. طيب فين الامبريونيك ديسك؟ لحد دلوقتي ما اتكلمناش عليها. الامبريونيك ديسك خارجه من الانر سيل ماس. ازاي؟ هتبتدي الخلايا المتشابهه تتجمع مع بعضها وتترتب في صوره تو روز، تو لامينا، تو لايرز. اللاير اللي قاعده فوق اسمها دورسال لاير، خلاياها كانت كولامينر ابيثيليوم
وتتسمى بالإيبيبلاست، والخلايا اللي تحت طبيعتها شكلها كان كيوبيكال إيبيثيليوم وتسمى بالهايبوبلاست. الطبقتين دول مع بعض هيصنعوا قرص اسمه القرص الجنيني أو بايلامينر إمبريونيك ديسك، وكل لير منهم ستتخذ لنفسها كافيتي، الأمنيوتيك كافيتي مع الإيبيبلاست واليوكسك مع الهايبوبلاست، وهنتكلم عليهم بعد شوية. البايلامينر إمبريونيك ديسك ده كان ترانزيانت ستراكشر، كان ستراكشر مؤقت مرحلي هيؤدي الى ستراكشر اخر هنشوف في الاسبوع الثالث هو اللي هيتفرع منه معظم انسجة وخلايا واعضاء الجنين. اذا هذا الاستراكشر المؤقت اللي اسمه بايلامينر امبريونيك ديسك له طبقتين، دورسال لير هي الايبيبلاست وفنترال لير هي الهايبوبلاست، والاتنين دول خارجين من الانر سيل ماس اللي اسمها الامبريوبلاست، واللي ده مستقبلا هيصبح الجنين. طيب تعالوا نشوف الاستراكشر التاني الملازم والمصاحب لعملية الامبلانتيشن، عملية الامبيدنج، عملية التعشش، اللي اسمهم هم عبارة عن تو كافيتيز اسمهم امنيوتيك كافيتي ويوك ساك. ايه حكايتهم دول؟ احنا شفنا من شوية الامبريونيك ديسك المتكونة اللي كان لها طبقة من فوق اسمها ايبيبلاست وطبقة من تحت هي الهايبوبلاست. بداخل الايبيبلاست من هنا ادي الايبيبلاست هيظهر عدد من الكافيتيز تتحد مع بعضها وتؤدي الى ظهور كافيتي اكبر اسمه امنيوتيك كافيتي. هذا الكافيتي اولا ما كانش له غطا، ده هيتفصل له غطا، الغطا ده اسمه امنيوبلاستيك ممبرين. الامنيوبلاستيك ممبرين ده هيطلع من السيتوتروفوبلاست ثم ينفصل عنه ويبعد ويركب على الامنيوتيك كافيتي ويكون الباوندريز بتاعته، يبقى ده الامنيوتيك كافيتي. ثم يظهر بعد ذلك الطبقة التانية من الامبريو ديسك اللي كان اسمها الهايبوبلاست، هتبتدي تشع خلايا، تطلع خلايا تتجمع وتعمل ممبرين. هذا الممبرين هيسموه اكسيسيلوميك ممبرين، هيبطن السيتوتروفوبلاست ويحدد حدود اليوك ساك. اذا انا عندي ظهر اتنين كافيتيز، امنيوتيك كافيتي ويوك ساك. امنيوتيك كافيتي الحدود بتاعته الغطاء بتاعته ممبرين اسمه امنيوبلاستيك ممبرين، واليوك ساك الغطاء بتاعه انظر ممبرين اسمه اكسيسيلوميك ممبرين. الامنيوتيك كافيتي خرج من السيتوتروفوبلاست، عفوا الامنيوبلاستيك ممبرين خرج من السيتوتروفوبلاست، والاكسيسيلوميك ممبرين خرج من الهايبوبلاست وراح بطن السيتوتروفوبلاست وغلف وغطى اليوك ساك. اذا انا عندي اتنين كافيتيز، كل كافيتي ملحق باحدى اللايرز اوف ذا بايلامينر امبريونيك ديسك. الاستراكشر التالت اسمه اكسترا امبريونيك ميزوديرم. تعالوا نحلل الاسم، اكسترا يعني اوتسايد، امبريونيك رمز او ترمز الى الامبريونيك ديسك. ميزوديرم هو نسيج وسطي بين وسطي في الموقع وفي الترتيب بعد الايبيبلاست والهايبوبلاست، ولكن هذا الميزوديرم يقع بره القرص الجنيني. ايه حكايته ده؟ خرج منين وخرج ازاي؟ دي طبقة تالتة اساسا جاية من المنطقة المحصورة بين الايبيبلاست والسيتوتروفوبلاست والاكسيسيلوميك ميمبرين.
يعني لما لو جينا نشوف الرسمه اللي فاتت ان هو ادي الاي بي بلاست اهو، وادي الهاي بلاست اهو، وادي الاكس لونكولين جايه من هنا. هذه الطبقه اللي كان اسمها اكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي بتبتدي خلايا تظهر ان بتوين ذا ايبي بلاست والهايبو بلاست والاكسيسلوميك ممبرين، هذه الطبقه اللي هي طبقه الاكسترا امبريونيك ميزوديرم تقع بره الامبريونيك ديسك، علشان كده احنا سميناها ايه؟ اكسترا امبريونيك، وهي تظهر قبل طبقه تانية تحمل نفس الاسم او اسم شبيه بيها اسمها انترا امبريونيك ميزوديرم، ولانها ظهرت قبلها فهنسميها البرايمري ميزوديرم. بداخل هذا البرايمري ميزوديرم هنبتدي تظهر سمول كافيتيز لايك بابلز زي الفقاقيع، تتجمع مع بعض وتتحد وتكون سنجل كافيتي يسموه اكسترا امبريونيك سيلم او كوريونيك كافيتي. بظهور هذا الكافيتي اللي هو الاكسترا امبريونيك سيلم هيقسم الميزوديرم اللي بره القرص الجنيني لطبقتين اتنين، طبقة من بره يسموه اكسترا امبريونيك سوماتيك، دي طبقة من بره ناحية السطح تقع سوبرفيشيال، سوبرفيشيال لمين؟ لهذا السيلم يسموه اكسترا امبريونيك سوماتيك ميزوديرم. وطبقة تانية جوه، جوه مين؟ تقع الانر سيرفيس او انر زون للاكسترا امبريونيك سيلم يسموها اكسترا امبريونيك فيسرال او سبلانكنيك ميزوديرم. طبقتين التروفوبلاست والريليتد اكسترا امبريونيك ميزوديرم هيكونوا الاستراكشر المعروف بالكوريون. تعالوا نشوف الكلام ده بالرسم. ده قطاع كورونال، كورونال سيكشن في البلاستيولا، ظهر فيها الاوتر لاير او الاوتر سيل ماس اللي اسمها التروفوبلاست اللي هي الاستراكشر الرابع اللي هنحكي عليه بعد شويه، ومن جوه كانت الطبقة التالتة الموضوع الكلام ده اللي اسمها الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. هنا ديت الامبريونيك ديسك بالطبقتين بتاعته، الابيبلاست والغطا بتاعها اللي اسمه امنيوتيك كافيتي، الغطا اللي مغطي الكافيتي اللي اسمه امنيوتيك كافيتي. ثم الطبقة التانية اللي اسمها هايبوبلاست اللي كان الكافيتي بتاعها اسمه يوكساك، والممبرين بتاعه اللي عامل حدوده هو الاكسيسلوميك ممبرين. هيبتدي بقى من هنا اهو، من المكان ده، من عند اتصال الايبي بلاست بالهايبو بلاست بالاكسيسلوميك ممبرين هيبتدي تظهر الطبقه الثالثه وتتسحب من تحت السيتوتروفو بلاست وتروح تملى الكافيتي كله بتاع البلاستولا ده، لو لها كافيتي هتملى الاستروما بتاعت البلاستولا، تملى الحشو الداخلي. يبقى الاكسترا امبريونيك ميزوديرم هي الطبقة التالتة اللي خرجت من المكان ده وبطنت السيتوتروفو بلاست وراحت كونت الحشو الداخلي الكور بتاع البلاستولا. هذه الطبقة اسمها اكسترا امبريونيك ميزوديرم، ظهر بداخلها فقاقيع بالونات صغيرة زقازيق بابلز سمول كافيتيز هتتحد مع بعضها وتكون لارج سنجل كافيتي يسموه اكسترا امبريونيك سيلم او الكوريونيك كافيتي. بظهور هذه الكافيتي ينقسم يعني الميزوديرم لطبقتين اتنين، طبقه من بره وطبقه من جوه، اللي من جوه يسموه اكسترا امبريونيك فيسرال او سبلانكنيك ميزوديرم، والطبقه اللي من بره هيسموها اكسترا امبريونيك سوماتيك ميزوديرم. اذا الاكسترا امبريونيك ميزوديرم هي مقسم لطبقتين، واحده من بره اسمها سوماتيك، واحده من جوه اسمها فيسرال او سبلانكنيك. مين اللي قسمهم؟ هذا الكافيتي، هذا السيلم اللي اسمه
extra embryonic coelom او chorionic cavity. ده كان الاستراكشر التالت المصاحب لعملية الامبلانتيشن. الاستراكشر الرابع والاخير اللي اسمه التروفو بلاست. عاوزين نرجع كده بالذاكرة بتاعتنا لورا شوية، نفتكر بعد الموريولا ما اتكونت، الموريولا دي اللي كان فيها 16 خلية، كان لسه في ممبرين بيحميها اسمه زونة بالليوسيدا. بانفجار هذا الممبرين تحولت الموريولا الى بلاستوسيست. الموريولا كانت بتشكل حماية عظيمة وكانت لها دور عظيم جدا اتكلمنا عليه قبل كده في حماية الرابيدلي جروينج ستراكشر اللي كله شوية واخد اسم مختلف، مرة زيجوت مرة موريولا مرة بلاستوسيست مرة بلاستيلا. بضياع الزونة باللوسيدا أصبح هذا الرابيدلي جروينج ستراكشر ملوش حماية، فحمايته بعد كده هتيجي من جوه خلايا. هتيجي من جوه خلايا ازاي؟ لو نتذكر مع بعضنا ان الانر سيل ماس الى الامبيريو بلاست ده كان الجزء الداخلي من خلايا البلاستولا اللي عملت الامبيريو ديسك، فنجد ان خلايا البلاستولا من بره هتترتب في صورة لير تانية يسموها تروفو بلاست اللي هي الاوتر سيل ماس. اذا البلاستولا بعد ضياع الزونة باللوسيدا هتحمي نفسها بانها تكون اوتر سيل ماس للحماية يسموها تروفو بلاست، وكانت من جوه كونت الجنين اللي هو الانر سيل ماس او الامبريو بلاست. طب التروفو بلاست الطبقه الخارجيه ديت ايه حكايتها؟ دي الاوتر سيل ماس اللي جايه من البلاستولا. هترجع الاوتر سيل ماس دهيت تنقسم لطبقتين اتنين، طبقه من بره وطبقه تانية من جوه. الطبقه اللي من بره هيسموها سينسيتيو تروفو بلاست، والطبقه اللي من جوه هيسموها سايتو تروفو بلاست. اذا الاوتر سيل ماس اللي اسمه تروفو بلاست المحيطه بالبلاستولا هيرجع يحصلها ديفرانشيشن الى تو زونز، اوتر زون يسموه سينسيتيو تروفو بلاست وانر زون يسموه سايتو تروفو بلاست. تعالوا نتكلم على كل واحد فيهم بالتفصيل شويه. هنبتدي نتكلم اولا على السينسيتيو تروفو بلاست. سينسيتيو جاء من سينسيتيوم يعني سيل كونتنتس بلا سيل بوردر ولا سيل باوندري ولا ملامح السيل العادية. يعني ايه؟ يعني هذا الزون مكون من محتويات خلوية بلا خلايا، يعني لا تنقسم بميتوزس ولا لها سيل بوردر ولا لها سيل باوندري، فبيسموه سينسيتيوم بس ريليتد للتروفو بلاست فاصبح سينسيتيو تروفو بلاست. الطبقه ديت لها دور عظيم جدا ليس فقط في حمايه البلاستولا ولكن في اقتحام ارض الاندوميتريوم وتمزيق خلاياها والتغذي عليها انها تاكلها وتطلع منها البلاد اللي فيها وتتغذى او تغذي البلاستولا بيها. اذا ده كان دور السنسيتيو تروفو بلاست، علشان كده نجد لها خواص الانفيزيف والانجستنت والدايجستنت بروبرتيز تو ذا اندوميتريوم، ودي اللي ساعدتها في عملية الامبلانتيشن. ان الامبلانتيشن لم يكن ليحدث ابدا لولا وجود هذه الطبقة. احنا بنشبه طبقة السنسيتيو تروفو بلاست بايه؟ بقوات المظلات او قوات الكوماندوز اللي تقع في مقدمة الجيوش، دي اللي بتقوم بالادوار الصعبة، مهام الاقتحام، مهام الصعبة وحماية طلائع الجيش، هي اللي بتقوم بيها قوات المظلات او قوات
الكوماندوز اللي هي السيتروبلاست اللي كانت المنوط بيها اقتحام الاندوميتريوم وحفر عش للبلاستولا بداخله. اما الطبقه الثانيه المؤدبه اللي كان اسمها السيتوتروفوبلاست، سيتو يعني سيل، يعني التروفوبلاست اللي له خواص او كاركتر السيل، فنجد له سيل باوندري وسيل بوردر وتقاصر بالميتوزس، فهو انسان عامل زي ايه يعني ايه الجيش المحترم بقى اللي ايه يعني له اخلاقيات وهو بيحارب. انما السنسيتيو ده كوماندوز ملوش اخلاقيات في الحرب، بيمزق، عشان كده له الكاركترز بتاعته البروبرتيز انفيزيف دايجستنت بروبرتيز، هذه الخواص يعني عنيفة وتتناسب مع سنسيتي تروفو بلاست. ده كان الأربعة ستراكشرز المصاحبة لعملية الامبلانتيشن. طيب ازاي التروفو بلاست كان هيساعد البلاستيولا على اقتحام الاندوميتريوم ثم استمرارية حصوله على الغذاء عن طريق عدد من الكوريونيك فيلاي يسموها الكوريون؟ ده كان منظر للتروفوبلاست بعد الامبلانتيشن، فنجد ان التروفوبلاست it sends number of finger-like processes يسموها كوريون او كوريونيك فيلاي. والكوريونيك فيلاي دي كانت من نوعين اتنين، نوع كبير يسموه كوريون فراندوزم ونوع صغير يسموه كوريون ليف. الكوريون فراندوزم كان مغروس في الديسيديا وبزالز يعني في الاندوميتريوم الموجه للجنين، اما الكوريون ليف فكان ده كان صغير وكان مغروس في الديسيديا وكابسولاريز اللي كانت في ظهر الجنين، ودي سرعان ما يحصل لها اتروفي. الكوريون ده بيعمل ايه؟ ده بينغرس في الاندوميتريوم اللي اصبح اسمه الديسيديوا، وعن طريقه يبتدي يمتص الدم بما فيه من محتويات من نيوترينس واكسجين علشان يغذي الجنين. طب هناخد سكاشن كده ونكبر شويه، فهنشوف الكوريون اللي يتكون من مجموعه من الكورونيك فيلاي له درجات. كان ده ادي الفينجر لايك بروسيسز اللي طالعه من الكوريون. لو جينا خدنا قطاع فيها بالشكل ده هنجد مكونه من طبقتين، سينسيتيو تروفوبلاست من بره وسايتو تروفوبلاست من جوه، دي بيسموها البرايمري كوريونيك فيلاي. طيب بعد شويه هي لما الميزوديرم الاكسترا ميزوديرم يبتدي يغزو يعمل انفيجن للتروفوبلاست هيبتدي يعمل الشكل ده، دخل الاكسترا امبريونيك ميزوديرم فاصبحت الكورينيك فيلاي لها ثلاث طبقات، سينسيتيو من بره وفي النص سيتوتروفوبلاست ومن جوه في الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، فهنسمي الكورينيك فيلاي اللي هتساعد البلاستو على عدد التغذيه بمص الدم من الاندوميتريوم او الديسيديوا هنسميها في الحاله ديت سكندري كوريونيك فيلاي، وادي الثلاث طبقات بتوعها. طب هيمص الدم عن طريق ايه؟ لازم نلق فيها مواسير دمويه، انابيب دمويه، فهنجد هنا الاكسترا امبريونيك ميزوديرم هيبتدي يغزوه انابيب دمويه، هنجد فيه كابيلاري بلاد فيزل هيغزو هذا الميزوديرم ويدخل في قلب الكورونيك فيلاي، وده اللي يستقبل الدم ينقله للجنين، علشان كده الكورونيك فيلاي في المرحله دي هنسميها تيرشري كورونيك فيلاي، وتتكون من اربع طبقات، من بره سينسيتي تروفوبلاست، بعدها سايتو تروفوبلاست، بعدها الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، واخيرا البلاد فيزل او الكابيلاري اللي هيستقبل الدم من الديسيديوا يعني الاندوميتريوم اوف ذا يوترس اوف ذا مذر ويحصل منه على الدم ومكوناته من نيوترينز واكسجين. بهذا الشكل هنكون احنا خلصنا الاربع ستراكشرز اللي كانت مصاحبه لعمليه الامبلانتيشن في الأسبوع الثاني.